الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we'll continue our lecture. Let's starting with the cardiac cycle. The cardiac cycle is described as the cardiac events that occur from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next. بمعنى أن الكارديك سايكل شنو هي؟ هي الأحداث اللي تصير خلال النبضة القلبية الواحدة. تذكرون أخذنا وقلنا النبضة القلبية هي عبارة عن لب دب. فالأحداث اللي تصير خلال هذه النبضة القلبية هي نسميها بالكاردياك سايكل. تذكرون حكينا عن الـ special arrangement of the conducting system of the heart، وقلنا there is a delay of about 0.1 second during the passage of the cardiac impulse من الأترية للventricle. هذا وذكرنا وحكينا قلنا على significance مالته، physiological significance، إنه to allow the atria to contract ahead to the ventricle contraction. وعليه فإذا الصورة الطبيعية الفيزيولوجيكلي إنه يصير contraction of the atria ahead to the contraction of the ventricles، يعني تتقلص قبل تقلص the ventricles to push the blood to the ventricle، then the ventricle will contract it to push the blood to the body. So the atria will act as a primer pump. Primer pump معناها شنو؟ مضخة أولية. The atria will act as a primer pump for the ventricle. Then the ventricle راح تعطيني الcontraction القوي اللي هو كافي حتى يضخ الدم to the rest of the body. Then the ventricles will provide the major source of power to move the blood to the body. واضح؟ زين. هسا هاي cardiac cycle has two phases. يعني هي عبارة عن طورين. طور الدايستول اللي هو relaxation وطور السيستول اللي هو contraction. فإذا cardiac cycle اللي هي اللبدب هي عبارة عن relaxation وcontraction. واضح؟ relaxation وcontraction. جيد. الديوريشن مال cardiac cycle شقد الوقت مالتها؟ هسا الهارت بيت normally physiologically هو 72 بيت بير مينت. زين، هذا لكل مينت. المينت الواحدة هي عبارة عن 60 سكند. فمن تجي تقسم ال 60 سكند على 72 مينت يطلع عندك حوالي 0.8 او 0.82 سكند، هذا ملي سكند العفو، هذا اللي هو قيمة الكاردياك سايكل. واضح؟ فقيمة الكاردياك سايكل هي حوالي 0.8 من السكند، 0.8 سكند. واضح؟ فإذا الكاردياك سايكل هي عبارة عن تو فيسز رئيسية، هي الدايستول والسيستول، تقلص والانبساط. قيمتها الوقت مالتها شقد؟ قيمتها هي حوالي 0.8 سكند. شلون موزع؟ شقد تقلص وشقد انبساط؟ موزع انه هاي الـ 0.8 نص سكند 0.5 هو شنو؟ للدايستول، و 0.3 المان للسيستول. فتلاحظون انه الدايستول هو اعلى من السيستول، الدايستول كتايم اعلى من السيستول، يعني انبساط القلب كوقت ياخذ اكثر من السيستول، اكثر من الكونتراكشن. واضح؟ فاذا الكاردياك سايكل تايم مالته شقد؟ 0.8 مقسمه الى 0.5 للدايستول و 0.3 للسيستول. زين، هسه هاي الكاردياك سايكل هاف 5 مين فيسز، عندها خمس اطوار رئيسيه. هي كطورين عاديا هي تخلص وانبساط، لكن شنو اذا التخلص وانبساط شنو بيهن من ايفنتس؟ هي حوالي خمس اطوار راح نجيها ان شاء الله بالتفصيل. اول طور نسميه الايرلي دايستول. ايرلي دايستول يعني بمعنى شنو هو؟ هو الدايستول يعني الريلاكسيشن. شنو بهذا الطور اللي يصير؟ the ventricle mass relax، يعني صاير ريلاكسيشن وين؟ بالventricles. واضح؟ زين، اوكي. And the intraventricular pressure falls below the atrial pressure. هسه لو نجي تذكرون الرسم اللي نرسمه دائما احنا للهارت، يكون قلنا four chambers أو four chambers اللي هي two atria و two ventricles. هذا هسه السبتم اللي يفصل ليها إلى left side heart والright side heart أو pump. هذا الright atria وهذا الright ventricle، هذا الليفت أتريا وهذا الليفت فنتركل. اللي ديصير عنده شنو؟ هسه هاي مضخة وحتي وهاي مضخة وحتي. فهسه لما نحكي على الرايت سايد هارت اللي يصير عندنا شنو؟ أول فيز اللي هو قلنا إيرلي دايستول. بالإيرلي دايستول صاير ريلاكسيشن بالفنتركلز، ريلاكسيشن بالفنتركلز. فلما صاير ريلاكسيشن بالفنتركلز اللي راح يصير شنو؟ إنه هذا الانترا فنتركولار بريشر، الضغط اللي داخل الفنتركلز راح يصير شبي، يعني هذا راح يكبر، ريلاكسيشن معناه يتوسع، فالضغط هنا راح يتخلخل، الضغط هنا راح يتخلخل. الضغط زائد الاتريا راح يكون اعلى من الضغط وين؟ داخل الفنتركلز. الاتريا هي بين متصله الرايت اتريا، متصل بالسوبريور فينا كافا والانفيرير فينا كافا. الفينوس ريتيرن تو ذا هارت، يعني هاي مستمر، الفينوس ريتيرن تو ذا هارت يعني البلود مستمر وين يدخل؟ يدخل داخل الاتريا، مستمر هذه العمليه مستمره. فالضغط هنا راح يصير اكثر من الضغط وين؟ داخل الفنتركلز. وعرفنا ان قلنا كوبال هنا، هذا البال صار بهالشكل، ولا تتذكرون ايش سميناه؟
اتريو فنتريكل البال بالجهه اليمنى كان تراي كسبت باب وبالجهه اليسرى داي كسبت او باي كسبت او متر الباب. هسه هنا هذا التراي كسبت باب بيكون شكله بهالشكل. فلما ضغط الدم هنا وها بمناسبه قلنا الفالفز هاي اوبن باسيفلي يعني ما يحتاج بصير كونتراكشن باسيفلي يعني تعتمد على البريشر جريديانت. فاذا كان البريشر مال البلود هنا اعلى نتيجه الريلاكسيشن مال البنتريكلز فالبلود ويل انتر ذا بنتريكلز فيجي باسيفلي منين باسيفلي من الاتريا باتجاه البنتريكلز. هذا خلال اول طور اللي هو الايرلي دايستول يعني بعد ما صاير كونتراكشن بالاتريا ما صار اي كونتراكشن بالاتريا واضح ينزل الدم باسيفلي نتيجه زياده الضغط هنا اعلى من الضغط وهذا يكون اوبن فينزل بهالشكل. هذا تشكل لي حوالي 70% من البلود الموجود بالاتريا راح ينزل هنا باسيفلي بدون كونتراكشن للاتريا واضح. فاذا بالايرلي دايستول the ventricle muscle relax intraventricular pressure will be decreased. Okay, this cause the flow. هذا the inflow tricuspid valve موجود شبي راح ينفتح فالأتريا distended continuous and venous return ديجيها. فإذا راح ينزل البلود هنا يسموه rapid filling phase. هذا يسموه rapid filling phase. ليش؟ لأن الventricle يستلم حوالي 70% من الدم بهذه الطريقة بدون contraction of atria. فإذا rapid filling phase بدون contraction of atria ينزل الدم passively نتيجة الضغط الدم هنا أعلى من الضغط الدم الموجود بالventricles. واضح؟ هذا أول فيز. الفيز الثاني هو الاتريال سيستول. من اسم سيستول يعني شنو كونتراكشن. هسه راح يصير عندي تجينا النبضه من سيارة اتريال نوت فايش راح اسوي كونتراكشن بالاتريا سبريد الى كل هذا الجهه فراح يصير كونتراكشن بالاتريا. من صار كونتراكشن بالاتريا بقيه الدم اللي بقت هو 70% نزل ال 30% اللي بقت هنا راح تنزل وين تنزل بالventricles. واضح هذا بالنسبه للاتريال سيستول the contraction of the atria forcing a small extra amount of blood وتنزل للventricles. واضح زين. هسه يجيني الطور الثالث isovolumetric contraction. شنو isovolumetric contraction؟ هذا راح يجي contraction المن الventricles هسه راح تبدي contracted. الventricles راح تبدي contracted. هاي السيارة العصبية انتقلت وصلت للاي في نوت راح يصير بها ديلي 0.1 سكند نتذكر ونزلت وين البندل اوف هيس على مود يصير الكونتراكشن بالاتريا منا ومنا. فبعد ما صار هذا التاخير التاخير شو سوالي سوى الكونتراكشن للاتريا قبل لا يصير كونتراكشن بالفنتريكلز. هذا الكونتراكشن نزل لي كميه الدم اللي بقت 30%. هسه نزلت السيارة العصبيه وصل الاوردر للفنتريكلز راح تبدا الفنتريكلز بها كونتراكتد تبدا تتقلص. واضح. فانا ايش راح يصير عندي after a delay of about 0.1 second the ventricles begin to contract as the ventricle intraventricular pressure rises. من راح يصير بها contraction شو راح يصير بالضغط هنا يبدا يصعد. واضح rises the mitral and tricuspid valve هذا الفالف وهذا الفالف شبيهن it will be closed. واضح it will be شو يصير بها closed. ليش؟ لان هذا من راح يجي من هالشكل بالضبط شلون صار بهالشكل هذا صار بهالشكل البوابه بوابه بهالشكل لما راح يندفع الدم من هاي الجهه فش بي ممكن يدخل بسهولة عادي. لكن هاي لما الضغط هنا أعلى لكن لما الضغط هنا أعلى راح يرجع الدم بيما بالاتجاه المعاكس فراح يضغط على البوابة من هاي الجهة ومن هاي الجهة شو راح يصير بها closed تنسد. ليش؟ راح يضغط عليها منا ومنا فهاي البوابة صار بها الشكل فراح تنسد. واضح. فإذا لما راح يزداد الضغط هنا راح يحاول الدم يندفع بالاتجاه المعاكس فراح يضغط على هاي الجهة وعلى هاي الجهة فراح تنسد هاي البوابة. واضح. هذا سمينا بالايزوفوليومتريك كونتراكشن. واضح. فإذا راح ينسد الميترال والترايكسبت بال فإذا this will create the first heart sound فبهذه المرحلة راح يطلع لي الأسول. واضح. فإذا بالثيرد فيز اللي هو الايزوفوليومتريك كونتراكشن راح يطلع عند الأسول اللي هو اللاب نتيجة كلوجر اوف ذا منو ال سمينا الاتريوبنتركيرال بال. حاليا نفس الحكي هنا هو نفس الحكي هنا نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا. واضح. فإذا هذا راح ينسد وهذا راح ينسد فراح يعطيني الفيرست هارت ساوند. هسه يبدا عندي الفيز الرابع اللي هو شنو ايجكشن بيريود. الايجكشن بيريود هذا مستمر بالكونتراكشن مالته مستمر بالكونتراكشن. فلما صار بي الضغط هاي طبعا هنا راح يصير عندي منه هذا هنا طالع عندي الايورتا ومننا طالع البورمونري ارتري. هذا شلون صاير بهالشكل هذا الفتحه مالته هيجي هذا الفتحه مالته بالعكس بهالاتجاه هذا. واضح بهالشكل صايره زين. فهسه لما مستمر الضغط هنا بالزياده شو راح يصير لما يوصل مرحله انه يصير الضغط اللي داخل الفنتريكلز اعلى من الضغط اللي هو داخل البولمونري ارتري. هذا هنا هم بيضغط وهذا بيضغط هذا مستمر بالكونتراكشن. فلما الضغط يصير منه اعلى بكثير شو راح يصير راح ينفتح هذه البوابه. واضح. لان الضغط هنا صار اعلى فهاي راح تنفتح فبلود ويل فلو
راح يطلع منين؟ من الفنتريكلز باتجاه الارتريز. واضح؟ هذا بالنسبة للفيز الرابع. فإذا أنت الفنتريكل برجر رايسز رابد لي يصعد، إنه أكسيد راح يعبر الدايستوليك برجر الموجود وين؟ بالأرتك آن بالمر الارتري، فعليه راح تنفتح وراح يصعد الدم، فهذا يسموه الإجكشن بيريود، يسموه الإجكشن بيريود. واضح؟ زين. هسا يجي الفيز الأخير اللي هو الأيزو فوليومتريك ريلاكسيشن. بعد أن عبر الدم وراح وخلص التقلص هنا، راح يبدأ هذا شنو؟ ينبسط مرة ثانية. من بدأ ينبسط مرة ثانية الحجم مالته راح يكبر، وعليه شو راح يصير شنو؟ راح يقل الضغط بداخله، the pressure will be decreased، وعليه الضغط داخل اللارج أرتريز راح يصير أكثر من هذا، فراح يحاول الدم يرجع بالاتجاه المعاكس، لكن راح يلزمه منه يلزمه الفالف. واضح؟ يلزمه الفالف، لأن الفالف صار بهالاتجاه بهالشكل صار شكله، فراح يضغط عليه الدم من هالجهة ومن هالجهة، يؤدي إلى هاي البوابة راح تنغلق. واضح؟ The closure of these two valves will create the second heart sound اللي هو الأستو اللي هو الدب. واضح؟ فإذا toward the end of the systolic intraventricular pressure will fall and once below the arterial pressure شو راح يصير؟ The valve close create the second heart sound. فراح محاولة رجوع الدم بالاتجاه المعاكس راح يؤدي إلى غلق هذا الصمام ونشو الأستو مال الهارت اللي هو second heart of the sound. واضح؟ زين. When the intraventricular pressure fall below the arterial pressure, the atrioventricular the atrioventricular valve open and the whole process will start again. يعني بمعنى انه يقول هاي العملية راح تنعاد مرة ثانية بنفس هذا الترتيب، بنفس هذا السايكل. واضح؟ هاي سمينا استاذنا شوين بنحكي على الكاردياك سايكل. الكاردياك سايكل فور فيسز. اول فيس اللي هو صار بي الربط فلينك فيس، والثاني صار بي الاتريال كونتراكشن، والثالث الايزو فوليومتريك، والرابع اللي هو الاجكشن بيريود، والخامس العفو الخامس والاخير اللي هو كان الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن اللي هو ريلاكسيشن مال الفنتريكلز. واضح؟ اعتقد هسه راح تقولون ان شاء الله راح تشوفوها جدا واضحه وبسيطه. هاي بالنسبه لمن؟ بالنسبه للكاردياك سايكل. جيد. لو نتكلم الان على الكاردياك اوتبوت. الكاردياك اوتبوت شنو هي؟ قلنا الهارت هو عبارة عن two pump left and right pump. واضح؟ left and right pump. زين. واثنيناتهم أكو بي two circuits، يعني دورتين اللي هي الدورة الدموية الصغرى والكبرى اللي هي pulmonary والsystemic، وconnected in series يعني مرتبط كله بشبكة واحدة فماكو أي loss. وعليه الكارديك أول بتعرف إيش راح يصير. It is the amount of blood pumped out by either the left or right ventricles in one minute. كمية الدم التي يضخها القلب سواء من الرايت او الليفت فنتركل خلال الدقيقه الواحده باعتبار الهارت تو بامب ليفت اند رايت. فيزيولوجيكلي دي كوانتيتي اوف بلود ذات بامبد فروم ذا رايت هارت اور رايت فنتركل ايكوال تو ذا اماونت اوف بلود ذات بامبد فروم ذا ليفت. يعني فيزيولوجيكلي بصوره طبيعيه انه كميه الدم التي يضخها الجهه اليسرى من القلب تساوي كميه الدم التي يضخها القلب من الجهه اليمنى. وعليه تعريف الكاردياك اوتبوت شنو هو؟ amount of blood pumped out by either the left or right ventricle in one minute. واضح؟ and because the left and right pump are connected in series for cardiac output is equal in both sides. هذا اللي كلام اللي حكيناه. زين. هسه هاي الكاردياك اوتبوت، كاردياك اوتبوت as equation هي عباره عن شنو؟ عن product of the heart rate and stroke volume. عباره عن نتاج السرعه القلبيه وسرعه القلب الهارت ريت مع الستروك فوليوم. شنو الستروك فوليوم؟ ستروك فوليوم هو the volume of blood pumped out by one ventricles، كمية الدم التي يضخها أحد الventricles. okay with each beat يعني لكل نبضة قلبية، لكل دب، لكل نبضة قلبية إيش قد يضخ هذا الventricle؟ طبيعيا هي حوالي 70 مل. ستروك فوليوم طبيعيا هو حوالي 70 مل. إذا تعريف الستروك فوليوم شنو هو؟ كمية الدم التي يضخها أحد الventricles خلال الضربة الواحدة، خلال الضربة الواحدة. فمن حاصل ضرب الستروك فوليوم في الهارت ريت يطلع لمنه؟ يطلع للكاردياك اوتبوت. واضح؟ يطلع للكاردياك اوتبوت. فلما نريد نحسبها هسه احنا الهارت ريت طبيعيا هي حوالي 72، في الستروك فوليوم هو قلنا حوالي 70 مل، فيطلع حوالي 5 الى 5 وربع مل بير مينيت اللي هو حوالي 5 لتر بير مينيت. دائما ناخذ على شكل 5 لتر بير مينيت. واضح؟ مين حصلنا ذن كاردياك اوتبوت؟ كاردياك اوتبوت حاصل ضرب الهارت ريت في الستروك فوليوم، فالنتيجه مالتها هو حوالي 5 لتر بير مينيت. هذا بالنسبه لل قيمه مال الكاردياك اوتبوت. زين، عندي هنا بعض المصطلحات ضروري جدا نعرفها بالكارديوفيزيولوجي. اند دايستوليك فوليوم واند سيستوليك فوليوم. انتبهوا عليه رجاء. الاند دايستوليك فوليوم من اسمها اند دايستوليك فوليوم، يعني حجم نهايه الانبساط بهالمعنى، حجم نهايه الانبساط. شنو معناه؟ هذا شو يقول؟ الاند